حياكم الله معانا من جديد مشاهدينا فانتازيا، وهو عنوان المسرحية الجديدة والجميلة إن شاء الله اللي راح يعود فيها العملاق الكبير سعد الفري لخشبة المسرح الكويتي، وتعتبر طبعا هي مسرحية كويتية شعبية إن شاء الله راح تعرض على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اللي طبعا احنا نسميه الأوبرا، وهذا شيء جميل جدا راح يعود فيه الفنان العملاق سعد الفري. معانا اليوم ضيوف مسرحية فانتازيا، معانا عبد الله بهمن وسلطان الفري وأحمد التمار. نبي نقول لكم أول شيء الاسم فانتازيا اسم مودرن نقدر نقول، واسم غريب، وإنها مسرحية أول مرة كويتية شعبية تعرض في دار جابر الأحمد، دار الأوبرا مثل ما نسميها، مركز جابر الأحمد الثقافي. الوقوف على خشبة المسرح يختلف عن الدراما، شو تشكل لكم هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على اللقاء هذا. طبعا أول شيء فانتازيا احنا اخترنا الاسم أو اختاره المؤلف أخونا بندر طلال السعيد لأن القصة هي لا تمت للواقع بصلة. زين بلد خيالية فانتازية خيالية، يعني حتى البلد اللي احنا مسوينه بكوكب ثاني مو بالأرض نهائيا. هذا بالنسبة حق اسم فانتازيا. بالمسرح اللي احنا قاعد نعرض فيه ووقوفنا في مسرح دار الأوبرا كأول مسرحية تجارية على هذا المسرح، طبعا أكيد هذا شيء فخر لنا أن تكون لنا الأسبقية في أن احنا نعرض في هذا المكان. يعني بشكل عام هذا كنا احنا شيء نتمناه، يمكن مو بس احنا حتى الأجيال اللي قبلنا، أن نعرض في 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 مكان نفس هذا مجهز من كل النواحي، يعني ما في أي شيء ناقص داخل المسرح. جميل جدا. بلشتوا بروفات المسرحية، بلشتوا يعني تاخذون على خشبة المسرح، لأنه يعني مثل ما حضراتكم عارفين هو مسرح جديد يعتبر بالنسبة لكم أن توقفون على خشبته. والله احنا عرضنا مو بلشنا بروفات، بلشتوا عروض؟ احنا عرضنا عرضين. ايش دعوة؟ متى بلشتوا؟ احنا بلشنا الأسبوع اللي طاف إن شاء الله، كان خميس ويمعه. خميس ويمعه يعني. وعندنا وسبت. يمعه وسبت، ها؟ يمعه وسبت. كانت الحفلة الأسبوع الماضي. خميس حفلة عبد المجيد، يمعه وسبت. والأسبوع الجاي حفلة أحلام الخميس. لا عادي، خميس يمعه السبت. راح تعرضون خميس ويمعه وسبت. لأن في أكثر من مسرح في دار الأوبرا. في مسرح. أي مسرح؟ إحنا مسرح الدراما. الدراما. في مسرح الموسيقى وفي أعتقد مسرحين بعد. صحيح صحيح. ومسرح الدراما مختلف، يعني عرفنا خصوصا انتم يعني شباب من محبين المسرح واشتغلتوا وايد مسرح تجاري، فشلون تختلف خشبة المسرح، كواليس المسرح، الوضع هذا يعني يعتبر نوعا ما بروفيشنال اكثر. عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه الجميله. برنامج انا يعني انا بالنسبه لي اعتقد من 30 سنه ما صار برنامج نفس هذا، يعني انا يعني برنامج احرص اني اتابعه امانه. الفرق ما بين دار الاوبرا ومركز جابر الاحمد الثقافي الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، هو ان احنا وصلنا الى مرحله ان صرنا نشتغل مسرح صح. صار في عندنا مكان يعني خلينا نقول يلم الفنانين على خشبه المسرح بالشكل الصحيح بحيث ان نسميه مسرح. صح. طبعا الفرق ما بين هني وهني ترى هي الاحجام وتصميم المسرح. في يعني في المجمل تصاميم المسارح اللي بالكويت كلها خطا، ما عدا دار الاوبرا اللي انا اشوفها 100% صح. يعني من اي زاويه على المسرح راح تسمعين عدل، من اي زاويه على المسرح راح تشوفين عدل، ما في اي عيب. صرح مثل هذا اعتمد في ديوان الاميري بناءه بحيث انه يكون معلم من معالم الكويت، اكيد هذا فخر لنا احنا كشباب ان نوقف فيه على المسرح لاول مره. يعني انا قلت جمله للتاريخ بعد 100 سنه اذا صار في درس بالاجتماعيات راح يذكر ان فلان وفلان وفلان في اول مسرحيه تجاريه. صحيح. كان هذول اللي وقفوا على المسرح. فانا يمكن هذا من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني انا فعلا الزم ان انا اوقف على خشبه هذا المسرح. مثل ما قالوا اخواني بالنص يعني في عروضنا مستمره ان شاء الله. يعني احنا عرضنا عرضين اللي معه السبت اللي طافه، وعندنا عروض في الويكند القادم ان شاء الله اللي هم خميس ويمعه وسبت، وان شاء الله يا ربي ان نقدم الافضل يعني. ان شاء الله كل التوفيق لكم. بس انا شادني الاسم فانتازيا وهو عمل كويتي بحت، يعني الكاتب كويتي وانتم ممثلين كلكم كويتيين. يمكن قبل شوي الفنان احمد التمار قلت ان العمل خارج عن الواقع،
واحنا نشوفك بادوار كوميديه وسلطان ادوارك دائما كوميديه، نبي نعرف ادواركم بفانتازيا. ليش طوفتيني يعني؟ لا انا مو كوميدي. كوميدي لا لا عليك على الرومانسيه للدراما بس قطعت انا على المسرح. هو في النهايه الفنان جوكر، تلقينا هني وتلقينا هني. ما شاء الله عبد الله يعني في كل مكان حلو يعني في الكوميديا جميل. ما كنت تقول كذي قبل شوي. هذا شيء ثاني. يعني يا سلطان انت بالرومانسيه؟ لا بالعكس انا ما جربت الرومانسيه. خلينا نشوف ايش رايك تسوي لنا مقطع الحين على الهواء حق ليالي الكويت؟ لا على الهواء ما اعتقد. على الهواء لا، ليش يفرق الهواء عن المسرح؟ لانه وياي الربع. ما تقدر، ما تقدر تكون رومانسي وياهم. لا بالعكس يعني هالخطه لازم كل فنان يكون جوكر عنده، يعني عنده القدره انه يقدم عمل يكون دراما كوميدي او دراما تراجيدي. نعم. ولكن الخطه أنا بديت كوميدي. نعم. والناس حبتني في الكوميديا. شنو اسمك بالمسرحية؟ اسمي محسور المنفلت. ها الاسم كوميدي. الاسم نفسه. ناديني محسور. روحه فانتازيا. لا بنشر تناديني. ما إيش قلت؟ منصلخ. كل يوم منصلخ. كل يوم ناديني اسم. محافظ الاسم. وعبد الله شو اسمك؟ أنا اسمي صلبوخ الدار العاشر. الله. يعتبر وزير الأشغال في مملكتنا اللي هي اسمها شفيق قعطخس. شفت ما في ما في كوميديا كل. لحظة اسم البلد شنو؟ شفيق قعطخس اسم ديرتنا. احنا بكوكب فليت تبع جراندايزر. كوكبنا فليت، مملكتنا شفيق قعطخس، ما لنا شغل. اللي قاعد تقولين هذا احنا ما لنا شغل. انا شخصيتي اسمها مبخوت مكبر المخده. مكبر المخده وزير الرياضه. وزير الرياضه شايب عمره 60 سنه هذا مبخوت. طبعا المسميات مش وزير، بس انا اقول وزير عشان تنفهم المسميات. يعني مثلا انا واحمد تمار مو مدراء، الناس المهمين في الديره. أيوة هذا. لا ثلاثة من اللي الله يخليهم لنا في الديرة، احنا اثنين من اللي الله يخليهم لنا في الديرة، وفي واحد بعد وزيرة. انا اصير مدير مكتب. هذا مدير مكتبي. لا كذي شوقتونا غادة شلون نشوف من المشاهدين. شوقنا وطويل العمر عندنا. وحاكمنا ابو بدر اسمه راهي كامل الدسم طويل العمر العود وايد. لا لا نبي اكثر، نبي اكثر بعد. على اسامي ما اقدر اقول اكثر. لا لا طلال يعني صراحة. الاسامي شوقتونا عليها ما يصير، نبي نعرف المضمون. زين قول لنا القصه. يعني انا راح اشرح لك بشكل بسيط. الدائري العاشر هذا شنو وظيفته؟ هذا وزير اشغال غبي حرامي مودي الديره بداهيه عندهم هناك. الحمد لله ان احنا مو كذي. الحمد لله. اي ديره عاد؟ اللي بكوكب فليت. كوكب فليت. كوكب فليت. ديرتنا شفيق قعطخس، يعني الحمد لله ان احنا هني مو كذي، انا اقصد هناك يعني. فهذا الوزير ما عنده ما عندي يدي على قولتهم، ما يعرف وشنو نظامه. انه هو يعني غصب يبي يصير ولد بطنها. اي وهو مو ولد بطنها. حتى هناك اي عندنا بكوكبنا هناك عندنا كذي. عنده. غصب يصير ولد بطنها. ومشغل هذا عنده وذاله. انا رفيجه مدير مكتبه، يعني بنفس الوقت رفيجه وهم مدير مكتبه. ان قدام الناس احترمني، بيني وبينك كيفك. وهو لو مره واحده يسمع كلامي لو مره واحده يسمع كلامي يمشي صح. انزين بس هو مو راضي يسمع كلام عشان انا تحته، فمو راضي يسمع كلامي. هذه مشكلة. يعني شوية شايف نفسه. هذه مشكلة المسؤولين في كوكبنا. واللي مكبر المخدة. مكبر المخدة هو يعني من نقول وزير رياضة. طيب. شايب. يعني بس رياضة ومكبر المخدة. وشايب. وشايب. مكرش بعد. عمره 90. أصلع. زي يمكن شافوا الصور الجمهور من السوشيال ميديا. أكثر صوري إنه لابس أبيض بأبيض. شورت وابيض واصلع شعر شيء لبرا. اي ومساعدي سامي مهاوش، يعني كلش منافعين. احنا اسمه سامي هم شايب. سامي اسمه معتاز المرجوج. معتاز المرجوج. وهو شوي مرجوج يعني. هو من هو بالصج مرجوج. لا هو بالصج مهاوش. لا مرجوج سامي. يعني ما يا معاكم اليوم كان عرفنا اكثر. في بلوك انا اقوله بالمسرحيه، يعني انا وايد مفتخر ان انا بالزمن الاولي لما كنت لاعب جبت جول على فريقي بالدقيقه 90. جول على روحه وخسر. وزير رياضه فحطه على جول على فريقك كنت. أيه يا سلام. فاختارونا وانا افضل وزير للرياضه. ما شاء الله. يعني الحين الحين اللي مكبر المخده والصلبوخ ما ادري شنو. ما طويل العمر العود وايد. طويل العمر العود وايد. العود وايد. ولده ولي عهدنا هناك ولده اسمه يا حلو راهي كامل الدسم طويل العمر العود وبس. يعني الحين العملاق سعد الفرج.
وانتم معاه واقفين اللي مكبر المخده شنو دوره؟ نبي نعرف. وبدر حاكمنا في في ولايتنا في مملكتنا ايش في قاعد خز هو اللي ماسك الديره يكتشف انه في مثل كمين قاعد يصير فيروح حق منه حق رئيس الناس المهمين رئيس اللي هو خلينا نقول الوزراء احنا طلع هذاك متآمر على طويل العمر العود وايد وبغى يودينا ب60 داهية ويا طويل العمر هذاك اسمه هم غريب شو اسمه اسمه امبي بشتخته اساميكم الدود هو يعني اللي بيتابع المسرحيه يعني شلون يعني لا لما تشوفينها من البدايه طبعا اكيد راح يكون يعني دائما في كل تنادون بعض اي في كل نصوص دراميه لابد انه يكون في بدايه المسرحيه تعريف شخصيات بعدين شرح لهذه الشخصيات راح يكون هذا كله على العرض موجوده عشان الناس تفهم ما اقدر امثل والناس ما عارفه ايش قاعد اقول يعني بروح الاسم قصه زين وفي علم لكم طبعا عندنا علم وعلمنا حلو بعد وعندنا نشيد وطني نشيد وطني للاسف ما ادري عندكم يا ريت يا ريت تكونون حاضرين والله للاسف احنا على المسرح وغصب نقوله بس اللي اتذكره منه اللي تذكره شفيق قاعد خز شفيق قاعد خز انت شفيك بس شفيك يا اخي شفيك شفيق قاعد خز راهي راهي مية مية وزين ما في احنا جد على المسرح جد شو الوطني نرفع العلم يعني هذه نبذة بسيطة وبعدين سلطان صوتك حلو صوتك حلو اللي صوته حلو لا صوتك نبي ثلاثي النشيد الوطني حق ليش تخز نبي تريو الفرقة ما تغنى هي لحن جوندايزر ما يخالف بس جميل جدا المنتج راح يدري انه محافظين مع الموسيقى مع الموسيقى المنتج راح يدري انه مو حافظين لان هالمسرح لسه حافظين جراندايزر مع الموسيقى حافظين جراندايزر علي علي بطل راهي مية ومية وزين ما في احسن من راهي حاكم يهب الحاكم ينخ كنا يوم ما من شفت مو حافظين مو حافظين انت فضحتينا عن بندر دار ان احنا نحرك حلوجنا بس اللي حضرون العرض شوفوا مخرجنا يقول عيدوها من البدايه هذا نشيد وطني شنو وقف يعني نشيد وطني ليش تخز لا انا افضل ايوه ليش تخز احنا الحين بالكويت تبون سالم الوطني حاضر لا لا ليش المشكله ان احنا مو حاضرين والمشكله ان 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 بندر يوقف لنا تحت هو عباره ان احنا حافظين لا احنا حركه حلوجه اي فيجينا يقول ترى اشوفك انت مو قاعد تغني روح نوجه له تحيه بندر السعيد مؤلف المسرحيه نقول له بدعت باختيار الاسماء صراحه بدعت مزج مزج بالاسماء ننتظر مسرحيه مسرحيه فرقه ليالي الكويت تفضلوا ونشيد الوطني ليش تخز مطلوب يلا تفضلوا فرقه تبي من لحن يلا يا شباب ترى احنا هوا راهي راهي مية ومية وزين ما في احسن من راهي حاكم يهب الحاكم ينن حاكم ما له مثيل ماكو منا يما منا ما نلقى له بديل من شفته من امه يقول ايش فيك قاعد تخز بس الباقي ما راح تعرفونه الا احنا وهذا مشكورين يسلم هالصوت ومشكورين وايد يعني صراحة نوجه دعوة مفتوحة للمشاهدين هذه أول مسرحية تجارية كويتية تنعرض على مسرح جابر الأحمد وأتمنى الثقافي. الجمهور إذا سمع النشيد يوقف يحترمنا مثل ما قاعد نحترمه ولا شيء يخزون ولا يخبيهم لا في النشيد نخز بعض في مقاطع يعني بس مو هوشة لا طقوسة مو هوشة لا هو طقوس النشيد الوطني يعني. ومملكتنا عاد لازم تمشين تخزين العالم نخز هذه من الأشياء اللي الوطنية يعني عندكم بعد شنو عندكم احنا ما نسلم على بعض بس بالخلص بس بالخلص مشاهدينا اكيد ننوه ان موجود الحين الويب سايت حق اللي يبي يحجز حق مسرحية فانتازيا ان شاء الله كاهو على الهواء الويب سايت هني تحجزون وتشوفون فانتازيا وفي حق الناس بعد اللي اللي
اللي مو عارفين الحجز حق النت بما ان احنا بالكويت ما وصلنا افتحوا شباك تذاكر داخل المركز موجود يروحون هناك ويحجزون. مشاهدينا نوجه لكم دعوه ان تشوفون مسرحيه فانتازيا. ما تدري ايش في قاعد بغيت اقول ايش في قاعد تقول اهدونا بالاسامي والله تخربطت انا بالاسامي. لا لا بس المره الجايه لازم يكون معنا العملاق طويل العمر الاستاذ الكبير سعد الفري. نتمنى يكون معنا بليالي الكويت هو والاستاذ طبعا بندر طلال السعيد عقب ما تعرضون كم عرض كذي ونشوفكم ان شاء الله. الفنان سمير القلاف. سمير منو بعد معاكم؟ شاهد الياسين وزيرة السوشيال ميديا تنسيم خمسة مواء. خمسة مواء لحظة مرة ثانية اسمها تنسيم خمسة مواء وزيرة السوشيال ميديا. لا لازم نروح. وأيضا عندنا مساعدتها الفنانة الجميلة صغيرة بالعمر كبيرة بقدرها سعاد الحسيني اسمها سهير. خلها على الله. سهير خلها على الله. خلها على الله إن شاء الله. وقلنا المساعدين أحمد إيراج ملسون بلسان مقصوص مذيع تلفزيون الرسمي. مذيع بلسان مقصوص ومذيع ورياضة ومكبر المخدة وسوشيال ميديا وخمسة شلون؟ هو شيء الأسامي إحنا ديرتنا شوي غير عنكم. فعلًا فانتازيا غير عنكم. في يعني المجرة مالتكم هذه فيها دول ثانية. والله ما تعرفنا على ولا لقينا أحد يعني. بس كذي قاعد يخزون بعض. ندور مشاكل إحنا أتمنى ما نلقى أحد عندنا. زين مجرتهم وغروبهم. حتى أزياءكم شفنا بالبروموشن تو الأزياء بعد يعني شوية فانتازيا. لا طبيعية الأزياء مو فانتازيا يعني مستوحاة من واقعنا يعني. القطرة والعقال فيهم لمعة وسوالف. هذا حاكم الوحيد اللي حقيق شخ. هذا ليش نعود وايد على اساس لاب الذهب اي نجداش الذهب لابس يعني انتم دوله ثريه بعد تقريبا اي فلوس خير خير حلو عشان تبين ما يبون احد ان شاء الله نوركم ونشوفكم ونوجه ان شاء الله شرهات نوزع وشي يعني الشعب مرتاح لدرجه ان كل بيت يدور له جار يسكن يمه. الله 4000 متر بيتك 6000 أرض أباد هذه جديدة بالمواد اللي عنها بالمملكة عاد فاصيل لا كل واحد يدور له جار يسكن يمه ماكو. جنسياتنا تخزاوية شلون؟ تخزاوية تخزاوي تخزاوي يعني شو مثلا من الكويت كويتي الإماراتي إماراتي تخزاوي ايش في قاعد تخز خزاوي شكرا لكم خزاوية مشكورين على وجودكم معنا اليوم في ليالي الكويت وعلى هالتيزر اللي أعطيتونا إياه عن مسرحية فانتازيا. نشكر تواجدكم معنا وننتقل مشاهدينا بعد الفاصل مع ليالي العازمي فن من نوع آخر لكنه فن تصميم. إن شاء الله نشوفكم بعد الفاصل مع ليالي لاين.